السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، وين المنتخب من امريكا الجنوبيه يعلن عن مواجهه المغرب في اسبانيا. البيرو، هذه البيرو لعبنا معها تحضيرات 82 كوب دي موند 82. حنايا البيرو هذه هي لعبنا معها 82 تحضيرات للكوب دي موند تاع اسبانيا 82. وسيخوض المنتخب المغربي مباراة ودية في 28 مارس، وسيحاول من خلالها المدرب المنتخب أسود الأطلس وليد الركراكي منح فرصة لبعض اللاعبين الجدد الذين سيعمل على استدعائهم من أجل تعزيز صفوف المنتخب بلادهم بعد دخول معسكر التدريبي. وعاد قال لي انت شوبي كيما ما قلتش باللي غادي الجزائر مع من تلعب، حنايا غادي نلعبوا مع النيجر. حنا عندنا مع النيجر، غادي نلعبوا مع النيجر الي روتور في مارس، وغادي نلعبوا مع النيجر حنايا نورمال عادي. عندنا وقيلا نلعبوا هنا ونروحوا النيجر، ولا نلعبوا في النيجر نلعبوا هنا، لا نلعبوا هنا ونروحوا النيجر، نروحوا النيجر ومن بعد نزيدو نخرجوا لطنجة الأخرى، هذيك كيسموها يا ربي، عندنا دو سورتي، ومن بعد نلعبوا مع طنجانيا هنايا، غادي نلعبوا دو سورتي نخرجوا زوج خطرات، أيا ومن بعد نروحوا نلعبوا مع من بعد جينا طنجانيا هنايا، نورمال عادي يعني، غادي نلعبوا مع النيجر، حنا نورمالمون مع النيجر يعني يسيي كاع إيكيب وحدة أخرى، ألي روتور. حنا فين عندنا فرصة باش نسيو، بصح حنا مدرب تاع روح تاع مدرب ويقولو دير كونفيونس في روحك، هادي هي مش كيف كيف. وين أعلن اتحاد البيرو لكرة القدم السبت عبر صفحته الرسمية في مواقع الفيسبوك عن إقامة مباراة ودية ضد المنتخب المغرب، يعني رابع وين ربع وين المنتخب وين رابع مونديال قطر 2022 ربع يعني قطر 2020، وذلك يوم 28 مارس المقبل، على أن يواجه في 25 نفس الشهر منتخب ألمانيا في مباراة ودية أخرى. ومن المنتظر أن تحضر الجماهير المغربية الغافلة مباراة المنتخب البيرو ونظيره المنتخب المغربي مثل ما كانت عليه الحال في مباراتين وديتين يعني اللتين خاضهما المنتخب الأسود الأطلس في إسبانيا ضد المنتخب تشيلي والباراغواي قبل مشاركتهم في منافسة بطولة كأس العالم. عليه ستكون الفرصة مناسبة للعدد كبير من الجماهير المغربية المقيمة في إسبانيا وأوروبا لمتابعة نجوم منتخب المغرب عن قرب. المهم احنا يضرب المنتخب المغربي اللي كسب يعني شهرة، نقولوا كسب شهرة كبيرة، عنده شهرة كبيرة، سبحان الله ما نكذبوش على روحنا، لازم نكونوا رياضيين. وين المنتخب المغربي وين عنده شهرة كبيرة، اللي ما كاش اللي يكذب عليك ولا يجي يسوق عليك انت ولا حاجة. الحقيقة هذه أنا نشوف فيها بأن المنتخب المغربي وين وصل يعني للمربع الذهبي كأس العالم. الناس يعني خلينا الناس اللي كانوا يضحكوا وبغاو يقلوا من كأس العالم وبغاو يقلوا يعني من الدومي فينال كوب دي موند، بغاو يقلوا من كوب دي موند، الناس بغات تقلل، لا ما تقلل ما والو خويا، نقول لك خدم انت وخدم حوس تخدم كيفاش تروح. هذه هي خا واستخدم، اكيد تجي تضحك انت على المغرب من وصل دومي فينال، هذه كاع ما كانش منها، هذه كاع ما نجيش معاكم، على هذه تجي تكونتر عليكم وانا شفت الناس تضحك على هذيك. البارح يوروا في واحد داخل الاستاد قال لهم ان شاء الله الجزائر تربح منا، قال له مع من سقسى صاحبه قال له مع من نلعبوا اليوم، ما على بالوش مع من نلعبوا، والله ما على باله، حنا هذو الناس اللي غبلونا بسبب هذ الناس يعني مدرب فاشل مازال قاعد. هذه هي اخويا، على ذيك غبلنا شويه، يعني نعاود نولو حنايا وين خاصة وين نتكلموا على بعض الصفقات نجوم المنتخب المغربي بين الشائعات و نقولوا باللي الشائعات يعني والحقيقة.
شاهدنا منذ نهاية كأس العالم كذلك بقطر، والتي شهدت مشاركة تاريخية للمنتخب المغرب ببلوغه الدور نصف النهائي، وين كسرت أخبار متعلقة بانتقالات لاعبي أسود الأطلس إلى أندية مختلفة في أوروبا، لكن دون إتمام أي صفقة حتى الآن. هنا صاروا كما الجزائريين ولا التوانسة ولا لعابة قليل، وين تسيب لعاب يعني يلعب في نادي كبير كبير على يعني الجنسية تاعهم، الجزائر ولا تونس ولا المغرب ولا مصري، ولا تصيب الجنسية تاعهم تلعب دور كبير. وشجع تاع والطمع، فهاديك الطمع تاع بعض كيما نقولوا حنايا الطمع تاع فيلور، وين يعيق طموح المرابط كذلك، وين اذهل صبيان المرابط بعد كاس العالم قطر العديد من الفرق الاوروبيه، في مقدمتهم ليفربول الذي يعيش ازهى ايامه مع مديره الفني كلوب، ويعد انضمام وبعد انضمامه الى الصفوف ريت مشروع يعتبره اللعاب فيرونتينا الايطالي مثير للاهتمام تماما مثل اتلتيكو مدريد. ويبدو ان المرابط يفضل مشروع نادي مدريدي الذي يتفوق كثيرا مع اسلوبه، يتفوق مع نقولوا بلي اكثر مع اسلوبه في اللعب ورغبته في اكتشاف الدوري الاسباني، الا ان المشكله التي تواجه طموحه هي ضعف السيوله الماليه في سوق الانتقالات يعني هذا الشتاء لدى معظم الأندية في أوروبا، كما أن مطلب المال المرتفع لفيرونتينا أظهرت رغبة نادي الإيطالي في تمديد فترة لعبه الفعلي رغم من مفاوضات، فإنه لم يحرم حقائبه حتى الآن، حيث أكد مدير رياضي فيلور جون بيرناو رغبة النادي في إبقائه هذا الشتاء وإنهاء يعني الموسم في الكاتش. أناحي قريب من مارسي، يعيش عز الدين أناحي صاحب 22 عام مع أندي الفرنسي وضع نفسه، وعلما أنه كان صاحب أعلى احتمالات الرحيل في سوق الانتقالات الجارية، خاصة بعد الثناء الذي حظي به من قبل لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني السابق والتألق بشكل لافت في كأس العالم، ما وجه إليه الأنظار فريق أوروبية كبيرة إلى درجة أن رئيس النادي أنجي اعترف بصعوبة الاحتفاظ بلاعبه خلال الفترة الحالية، لكن إلى غاية اللحظة لم يرحل أناحي على الرغم من عرض نابولي ب 19 مليون يورو وعرض قيمة 35 مليون مليت الإنجليزي. أناحي في طريقه لتعزيز صفوف أولمبيك مارسي، ويبدو أن مارسي بات أقرب لضم أناحي مقابل عرض أقل بكثير من العروض السابقة، حيث عرض 10 ملايين يورو وحظي بموافقة اللاعب في انتظار موافقة إدارة النادي، الأمر الذي يثير كثير من التساؤلات، حيث كان تقييم أناحي في أعلى مستوياته في بداية فترة الانتقالات. يعني الله نراك نشوفوا لاعبين هذو ماذا بنا، خاصة من حكيم زياش أملاح، يعني يقولوا قد يجاور من أمل لا قد يجاور يعني في يعني يذهب إلى بلد الوليد، وكان سليم أمل لا اللاعب المغربي الأكثر ترشيح لتغيير ناديه بعد نهاية كأس العالم بالنظر إلى توتر علاقته يعني مع بعد نهاية من مع ناديه ساندرلياج البلجيكي، والتي أبعدته عن صفوف الفريق بسبب رفضه تجديد عقده وإصرار النادي على إبقائه على بقائه. المهم احنا ناصيري يريد البقاء وناديه يريد رحيله، أثر المهاجم يوسف الناصيري صاحب الهدف الجميل في مرمى المنتخب البرتغال في الربع النهائي مونديال أخبار حول انتقاله خلال الفترة الحالية، خاصة أنه استعاد ثقة خلال المونديال بعد فترة صعبة قضاها في دكة الاحتياط إشبيلية منذ عودته من إصابة، وشكل احد العناصر الاساسيه لمدير الفني المغربي وليد الركراكي. يعني احنا المهم الناصيري يرفض ويست هام يفضل بقائه في اشبيليا، الله غالب. احنا المهم نشوفوا نتمنوا الخير لكل لاعبي العرب في كل مكان ان شاء الله ربي. هذه هي اخويا، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله ديما معكم بجديد.
واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم حافظي. سعيدكم.